ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي الدكتور أحمد رفيق عوض، رئيس مركز القدس للدراسات المستقبلية في جامعة القدس. مساء الخير دكتور أحمد. مساء النور، أهلا وسهلا بكم. يعني ماذا يعني هذا الاجتماع الذي يجمع بين كافة الفصائل الفلسطينية في كل أماكن تواجدها، وما هي دلالاته في هذه المرحلة؟ دلالات هذا الاجتماع مهمة جدا في هذا الظرف بالذات وفي هذا الوقت بالذات، بمعنى أنه هذا الاجتماع يؤكد على وحدة الصف الفلسطيني، وحدة القرار، وحدة التمثيل، على تكريس دور منظمة التحرير الفلسطينية، وعلى تأكيد الثوابت الفلسطينية في حدها الأدنى، وكذلك التأكيد على أنه الحلول أي حل يجب أن ينطلق من الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. عمليا هذا الاجتماع أيضا يهدف إلى قطع الطريق على من يريد أن يتحدث باسم الفلسطينيين، وأيضا هذا الاجتماع يهدف أيضا إلى قطع الطريق على أي حل لا يؤدي إلى ميلاد دولة فلسطينية حقيقية. هذا اجتماع مهم لأنه عمليا يريد أن يؤكد الثوابت، ويريد أن يقول رغم الهجمة العظيمة والحصار والضغط والانقسام أنه الفلسطيني في لحظة الضغط والمواجهة هو فلسطيني واحد، لا يمكن اللعب على التناقضات الداخلية، ولا يمكن أيضا إغراء أو تهديد أي طرف من الأطراف الفلسطينية أو كلا الأمرين التهديد والإغراء بأنه هناك فلسطيني واحد يصر على حقه. هذا اجتماع مهم في المكان وفي الزمان أيضا. نعم، يعني سيد دكتور أحمد رفيق عوض، يعني هل سوف نشهد في الأيام القادمة وعقب هذا الاجتماع بادرة لحل الانقسام الفلسطيني؟ قد لا يكون ذلك سريعا، ولكن قد يؤسس له تماما، وهذا مطلوب على فكرة. هذا دورنا كمواطنين ومراقبين ونخب وفصائل وإعلام، هذا دورنا أنه نضغط بهذا الاتجاه، بأنه هذا الوقت أنه الانقسام يجب أن ينتهي بشكل أو بآخر. مش شرط أنه يكون مثالي هذه المصالحة، شرط تكون مثالية، ولكن نحن نريد هذه المصالحة بحيث أنه تقطع الطريق على من يريد أن يلعب بالساحة الفلسطينية، أو أنه يعني كما قلت أن يستفرد بطرف من الأطراف من أجل أن يحقق أهدافه. لذلك يعني المصالحة مهمة جدا، مش طرف الآن، ولا هي يعني مطلب عادي، لا، هذا مطلب ضروري وحضاري وإنساني ونضالي الآن والآن بالذات. نعم، كيف تنظر إسرائيل إلى هذا الاجتماع؟ أكيد ليس بعين الرضا، بالمناسبة ليس بعين الرضا. إسرائيل تريد الفلسطينيين أن ينقسموا على أنفسهم، إسرائيل تريد أن تلعب بالأطراف الفلسطينية لتحقق أهدافها، بمعنى أنه إسرائيل تريد أن تقول أن الفلسطينيين ليس لهم ممثل واحد، إسرائيل تريد أن تلعب وأن تفرق المصالح الفلسطينية من أجل أن تفتتها وتفككها وتتحكم بها وتسيطر عليها. إسرائيل ترى المستقبل الفلسطيني بأنه لا دولة فلسطينية في الضفة الغربية، وربما تقبل كيانية ما، أي كيانية ما في قطاع غزة تسيطر عليها، لأن يمكن السيطرة بشكل أكبر في قطاع غزة. إسرائيل تريد أن تقول للفلسطينيين ليسوا جماعة حقيقية، إسرائيل تريد أن تقول للشعب الفلسطيني ليس شعب حقيقي وإنما مجرد أفراد. الشعب الإسرائيلي تريد أن تعترف بنا كحقوق فردية مدنية وليس حقوق وطنية جماعية، وبالتالي لا تنظر إسرائيل لهذا الاجتماع بعين الرضا بالتأكيد. نعم، التحديات التي تحيط بالقضية الفلسطينية كبيرة في ظل صفقة القرن، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ومشروع الضم الإسرائيلي، ما المطلوب فلسطينيا وفي هذه المرحلة من أجل التصدي لكل هذه الهجمات؟ في رأيي أنه الإعطاء نموذج جيد جدا لطريقة إدارة الشعب الفلسطيني، بمعنى وحدة التمثيل، وحدة القرار، وحدة الهدف، وحدة الأداء، وتغيير الواقع القديم، لأنه حقيقة استمرار العلاقة مع المحتل كما كانت عليه أنا برأيي أنه لا تؤدي إلى نتائج، بالعكس الاحتلال مستريح جدا، ويعني ولا يشعر أنه مهدد، ومهدد بمصالحه أقصد، بمعنى أنه نحن إذا قدمنا نموذج جيد للنظام الحكم، لإدارة المجتمع، لحتى تغيير العلاقة مع المحتل، لإعادة ترتيب البيت الفلسطيني، لإعادة التفكير بالأداء،
والممارسه والعلاقات الداخليه، هذا كله بيؤدي انه نرد على هذا على هذه الهجمه الكبيره. المساله الاخرى ايضا انه لابد ايضا من تغيير العلاقه مع طبيعه الانظمه العربيه، لانه واضح انه هناك انظمه عربيه تريد ان تلتف علينا وتريد ان تقلب المبادره العربيه بحيث تكون التطبيع قبل حل القضيه الفلسطينيه او التطبيع دون حل القضيه الفلسطينيه. بالتالي يجب اعاده النظر ايضا مع الانظمه العربيه كيف نعيد هذه العلاقه. نعم، يعني هل ترى بأن هناك إمكانية لبعض الأنظمة العربية التي طبعت أو لربما تنوي التطبيع مع إسرائيل أن تعيد حساباتها بعد أن ترى هذا الرد الموحد الفلسطيني؟ أنا أشكرك على هذا السؤال، هذا حقيقة يعني كلام جميل، بمعنى أنه ربما توقع الكثيرون أنه الآن سيصدر من رام الله كلام فيه مرونة، كلام فيه فتح أبواب. لا، واضح انه الكلام الليله من هذا رام الله طلع واضح وحاسم، انه تعالوا اذكركم بالشرعيه الدوليه وبالمبادره العربيه وبانه الدوله الفلسطينيه دوله حقيقيه ويجب ان تقوم. اللي بده بده، اللي ما بده ما بده. انا برايي انه هذا سيجعل من كثيرين يفكرون كثيرا. اكثر من ذلك اريد ان اضيف حقيقه حتى ايضا لا نظلم احدا، اعتقد انه قطار التطبيع سيبقى طويلا في الامارات، لانه المواقف العربيه الان اصبح فيها نوع من يعني الفربله وليس الهروله. نعم، شكرا جزيلا لك دكتور احمد رفيق عوض، رئيس مركز القدس للدراسات المستقبليه في جامعه القدس.